بعد ذلك ننصح لولاة أمورنا وهم أئمة المسلمين. من هم؟ العلماء العاملون والحكام المؤمنون الصالحون الذين يؤمنون بالله وبكتاب الله ويحكمون شريعة الله. العلماء الذين هم وظيفتهم البيان وهم من ولاة أمور المسلمين. العلماء العاملون الربانيون الفقهاء هم من ولاة أمور المسلمين ومن أئمة المسلمين، يجب النصح لهم نصحا خالصا. والحكام المؤمنون غير الكافرين من ولاة الأمور الذين يجب النصح لهم. ولا يشترط في ولاة أمور المسلمين أن يكونوا معصومين، بل أن يكونوا مستقيمين استقامة تامة. يجب النصح لهم ولو كان فيهم قصور وتقصير وضعف في الإيمان وضعف في التطبيق. النصح لهم واجب وطاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله. إن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى هذا لا ينصح لهم، لا، إن كان العلماء فيهم نوع من التقصير وعدم التطبيق الكامل لا يسقط ذلك النصح لهم. وإن كان الحكام فيهم التقصير والنقص وضعف الإيمان لا يسقط ذلك النصح لهم، بل وإن جاروا وإن ظلموا وضربوا الظهور وأخذوا الأموال النصح لهم واجب. كيف ننصح لولاة أمورنا علماء وحكاما؟ هل من النصح لهم أن أجلس أمام هذه الأجهزة وأعدد عيوبهم وتقصيرهم وأهيج السفهاء ضدهم أنهم فعلوا؟ لا، هذا الأسلوب لا يليق حتى بالإنسان العادي. من تحب له الخير من الناس العاديين ليس من العقل والمنطق. وقبل أن نقول ليس من الشرع، أن تعلن بأخطائه وتعدد عيوبه بمكبر الصوت أمام الناس، ولكن تخلو به وتهمس في أذنه وتخبره بما وقع فيه وتنصحه. فما بال ولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعتهم في كتابه، حيث يقول الرب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نقطة مهمة عند هذه الآية نبه عليها العلامة ابن القيم وغيره، وهذه النقطة إعادة الفعل بالنسبة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله، وإن كان ورد في مكان موضع آخر، لكن في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل. وإن طاعة أولي الأمر لم يعد الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل
أطيعوا أولي الأمر منكم. لو أعيد الفعل معناه تكون طاعتهم طاعة مطلقة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام له الطاعة المطلقة، بمعنى إن أمر بأمر أو نهى عن شيء وجب الامتثال، كما مثلنا بالأمثلة السابقة دون الرجوع إلى كتاب الله، لأن الله أخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه. إذن له الطاعة المطلقة، طاعته من طاعة الله يجب أن يطاع مطلقا. أما ولاة الأمور علماء وحكاما إنما تجب طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله، وإن خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأمروا بمعصية الله ومعصية رسوله لا طاعة لهم. مرة أخرى، إذا قلنا لا طاعة لهم، وهل معنى ذلك الخروج عليهم؟ لا، أن تعصيهم في هذه الجزئيات التي خالفوا فيها أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك الخروج عليهم مطلقا ما لم يظهروا كفرا بواحا. عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه أظهر كفرا بواحا يرتد به عن الإسلام، أما ارتكابهم للمعاصي وأما تقصيرهم في أداء الواجبات لا يبيح لك الخروج عليهم وعدم الطاعة في المعروف لا في المعصية. هذه النقطة هي موضوع العصر، موضوع الوقت، لأن كثيرا من شبابنا المتحمسين عفى الله عني وعنهم قد يحملهم التحمس الزائد ولعل الغير الزائد أيضا، وحب الالتزام وحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحملهم كل ذلك على سوء فهم، فيفهمون أن ولاة الأمور ما لم يكونوا مستقيمين استقامة كاملة لا بيعة لهم ولا طاعة لهم. هذا خط أقول وأكرر لأنني على يقين فيما أقول، ومن الخطأ اعتقاد أنه إنما تجب طاعتهم إذا كانوا يمثلون الاستقامة الكاملة التي تشبه العصمة. لا توجد العصمة، وهم بشر مثلنا، ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل ولاة معصومون غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل مجتمع لا تقع فيه المعاصي والمخالفات، حتى ذلك المجتمع الفريد الذي كان يعيش بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسوس أمره وقعت المعاصي، بل بعض المعاصي الكبائر كفاحشة الزنا وشرب الخمر. إذا معنى الدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود على الذين يرتكبون ذوات الحدود، وليس معنى الدولة الإسلامية تلك الدولة التي تحمل المجتمع على العصمة ولا وجود لذلك وغير معقول
لأننا بشر لا عصمة لأحد. من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة إلى يومنا هذا المجتمعات مع التفاوت تقع فيها المعاصي والمخالفات. الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود والتعزيرات وتحرص على تطبيق الشريعة على تفاوت بينها. ولا ندعي كما قلت غير مرة، إذا قلنا إن هذا المجتمع مجتمع إسلامي، مجتمع إسلامي على الرغم من الذين يسمون مجتمعا جاهلا، أنا أسمي هذا المجتمع الذي نحن في وسطه مجتمعا إسلاميا على كل ما يقع، كل ما يقع من المعاصي والمخالفات ولو كانت من الموبقات لا يخرج هذا المجتمع من كونه مجتمعا إسلاميا، بل هو مجتمع إسلامي، ولا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية بل هي دولة إسلامية، ولا يخرج شبابنا من كونهم شبابا مسلمين بل قدوة لشباب العالم، شباب أصحاب عقيدة سليمة وفقه السنة والالتزام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أريد أن أقول سوء الظن بولاة الأمور علماء وحكام وبالمجتمع وتسميتهم أن هذا المجتمع مجتمع جاهلي خطأ، وأي خطأ. فقول بعض الكتاب الذين يقولون لا يوجد الإسلام اليوم، بل الإسلام قد توقف منذ عهد بعيد في جميع أنحاء الأرض، كلام في غاية الخطورة. وهذا الكلام وأمثاله هو الذي هيج شبابنا، حتى سئلت في بعض المحاضرات السؤال الآتي بالحرف، سائل يسأل يكتب في وريقة فيقول يا شيخ أسألك بالله هل هذا المجتمع مجتمع إسلامي؟ هل هذا الوضع وضع إسلامي؟ من أين جاءه هذا السؤال الذي يهتم بهذا الاهتمام ويسأل بالله؟ جاءه من التهييج، التهييج السياسي الذي تمكن في صفوف شبابنا إلا من شاء الله. فنصيحتي لشبابنا أن يتراجعوا وأن يرجعوا إلى علمائهم. علماؤنا كبار العلماء في هذا البلد يستفيد منهم المسلمون حيثما كانوا، كما تعلمون بواسطة برنامج نور على الدرب، من يستمع إلى هذا البرنامج إلى تلك الأسئلة التي ترد من أقدار الدنيا، ومن علمائنا قضاة عادلون إن شاء الله يحكمون بكتاب الله ويفصلون بين الأحكام بين الناس بالأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة، تتركون هؤلاء العلماء وتصغون للكتاب المثقفين الثقافة العامة وليسوا بفقهاء يصدرون الأحكام على الشعوب والمجتمعات ويسمون هذا المجتمع مجتمعا جاهليا، لا يفرقون بين المجتمعات أو بين الحكام أو بين العلماء، يطلقون إطلاقا هذا خطأ. القول بأن الإسلام توقف في جميع أنحاء الأرض خطأ واضح. هذه الأرض منذ أن جدد الدين في القرن الثاني عشر الدين موجود والمجتمع إسلامي والدولة إسلامية
ولا يجوز الشك في ذلك، ومن يشك في ذلك فهو أحد أمرين، إما جاهل أو مخدوع، والمخدوعون كثيرون. لذلك الواجب علينا أن نحترم علماءنا ونحترم علمهم ونستفيد منهم ونأخذ العلم منهم، بدلا من أن نترك علماءنا ونأخذ العلم من المثقفين الثقافة الغربية أو الثقافة العامة الذين ليسوا بفقهاء. ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وبحمد الله نحن نعيش وسط الفقهاء. هكذا ننصح لولاة أمورنا، ثم ننصح لعامة المسلمين.